السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الرابعة، ونرحب بكم في بداية هذا العام الدراسي الجديد، وإن شاء الله تكونون بألف خير وصحة أنتم وعوائلكم، والله يحفظكم إن شاء الله من كل مكروه ويحفظكم من شر هذا الوباء. طبعا نكرر ترحيبنا بكم ونقول لكم بالبداية مبروك عليكم تخرجكم من المرحلة الثالثة ووصولكم إلى هذه المرحلة الرابعة، وإن شاء الله السنة القادمة مثل هيجي وقت انه تكونون جميعا انتم مهندسين ومهندسين ناجحين ومبدعين ان شاء الله في مجال الهندسه المدنيه. طبعا حتى تكون مهندس ناجح في هذا المجال، مجال الهندسه المدنيه، واحده من خطوات النجاح انه ان تكون ملم بهندسه الطرق اللي هي راح تاخذها انت ان شاء الله خلال هذه السنه اللي هي عباره عن كورسين. طبعا هسه راح تشوفون انه هذه السنه سنة أو هذه المرحلة أنه مرحلة شوية مختلفة عن المراحل السابقة، طبعا مختلفة نحو الأحسن. ليش؟ لأن راح تشوف أنه راح تحس نفسك أنت مهندس هذه السنة، راح تاخذ معظم المواد هي مواد تصميم وديزاين، وراح تبدي أنت تتعامل مع جميع المواد كأنه مصمم، أنت راح تبدي تصمم طرق، تصمم مواد أخرى طبعا بغض النظر عن شنو هي المواد، ولكن هي هذه السنة الرابعة هي سنة اعتهاد المهندس. تعدك ان عندك كمهندس في مجال الهندسه المدنيه. طبعا واحده مثل ما قلنا واحده من المواد اللي راح تاخذها وياي ان شاء الله انا وياكم دكتور حيدر كامل شنباره هي هندسه الطرق. طبعا هندسه الطرق واحده من اهم واهم العناوين او المواضيع بالهندسه المدنيه بصوره عامه. ليش؟ لان الطرق هي منشأ عايشين في تماس معه مع حياتنا اليوميه، يعني ماكو واحد بينا ما يوميا يستخدم الطريق، وهذه الطرق طبعا بمختلف انواعها واشكالها تمر بمشاكل لا تحصى طبعا. وطبعا انتم عايشين وشايفين وضع منظومة الطرق ببلدنا، يعني هي التقييم لها انه هي مو بحالة مرضية باسباب عديدة. هسه راح طبعا هذا الحكي كله راح خلال هذه السنة راح تعرفون بالتفصيل المشاكل اللي تصير وشنو الحلول اللي لها، راح تكونون قادرين على ان شاء الله بالمستقبل ان تكونون مهندسين مدنيين في مجال الطرق، ايضا مبدعين، وان شاء الله الامل بكم ان تحلون هذه المشاكل اللي يعاني منها البلد في خصوص في مجال الطرق. طبعا مثل ما قلت انه المشاكل اللي موجوده هي مشاكل كثيره وكثيره كلش، راح نتطرق لها بالتفصيل خلال سير المحاضرات سواء الكورس الأول أو الكورس الثاني. طبعا هاي هذه المادة هي عبارة عن كورسين، كورس أول وكورس ثاني. طبعا منظومة الطرق بكل بلد، يعني أنه أي شخص يزور بلد من يدخل، يعني من يطلع من المطار مال البلد راح أول ما عينه يصير على الطرق، من يشوف منظومة الطرق منظومة رائعة بكل المجالات، يعني بكل البنى التحتية للطريق، انه راح يقيس يقول لك هذا بلد متطور، يعني تطور البلد هو من تطور شبكة الطرق اللي عندها. طبعا قياس البلد هو على قياس شبكة الطرق، اذا شبكة الطرق هاي كواليتي، طرق جدا عالية الكفاءة، فهذا يعكس انه هو بلد متطور. اذا صار تطور الطرق هو من تطور البلد، يعكس مظهر البلد، فاحنا يجب ان نعتني بطرقنا. وطبعا هذه تشوفون انه الحال المزري اللي تمر به طرقنا هي امور جدا بسيطه يجب ان ناخذها بنظر الاعتبار، اللي ما ماخوذه بنظر الاعتبار احنا انشاءنا للطرق الحاليه. فان شاء الله مثل ما قلت لكم انه تكونون انتم قادرين بالمستقبل ان تقودون هذه الامور وتوصلون الى حلول مثلى لهذه المشاكل اللي راح نتناولها بالتفصيل. مثل ما قلت لكم هي الماده عباره عن كورسين، كورس الاول وكورس ثاني. طبعا هذه الصفحة الأولى اللي تشوفون إنه بعض المصادر اللي يريد منكم يطلع أكثر وأكثر على المادة، هذه مصادر كلها تعنى بما راح ناخذه إحنا، ويعطيك أكثر تفاصيل من المحاضرة. طبعا الكورس ديسكريبشن، يعني هذا الوصف لهذا الكورس. طبعا هايوي انجينيرينج سبجكت is a two course sequence that covers the fundamental elements of highway engineering، يعني انه عبارة عن تو كورس مثل ما قلت لكم. هذا الموضوع هو راح يغطي جميع الامور وجميع المتطلبات الاساسية لهندسة الطرق. Highway engineering is the application of technological and scientific principle to the planning, functional design, operation and management of highway network in order to provide the safe
rapid, comfortable, convenient, economical and environmentally compatible movement of people and goods. طبعا هذه منظومة الطرق اللي راح نشتغل عليها وراح بعدين نصممها وبعدين يجب أن تحقق عدة كرايتيريا، عدة إلمنت، يعني أنه مو مجرد أنا أصلا أنطرق، يجب أن يكون الطريق مصمم بتقنيات جدا عالية ومخطط إلى تخطيط مثالي، وموضوع كل الخطوات التقنية والخطوات الإدارية والخطوات التشغيلية للطريق أنه يجب أن نأخذها كلها بنظر الاعتبار، يعني مو بس أنا أمد الطريق وهذا الطريق ما يخدمني أو هذا الطريق ما بي فائدة، يجب أن يكون مخطط إليه والطريق إليه فائدة، وبنفس الوقت يجب أن تكون الطريق آمن ومريح وملائم من الناحية الاقتصادية ومن الناحية البيئية ومن النواحي الأخرى. يعني مثلا أنا ما أمد خط سريع بمنطقة سكنية، لأن الخط السريع راح يسبب تلوث، تلوث ضوضاء أو تلوث من عوادم السيارات، فهواي هواي أمور راح نجي نتطرق لها. بنفس الوقت يجب أن يكون سيف أمين، ويجب أن يكون يوفر سرعة، أنه مو بس يعني مسوي طريق وأكو بيه مشاكل إدارية وبالتالي طريقي اللي يفوت بيه ياخذ له ساعة أو ساعتين حتى يطلع من هذا الطريق. فكل هالأمور راح نجي ناخذها بالتفصيل خلال هذا الكورس. Also the course includes the geometric design, cross section element, earthwork, paving material properties, structural design of flexible and rigid pavement, and maintenance program that can be adopted on highway system. يعني ايضا هذا الكورس راح نتناول به العديد من الامور والقضايا مثل الجيومتريك ديزاين، تصميم الهندسي للطريق، كروس سكشن اليمنت، مكونات المقطع العرضي للطريق، الاعمال الترابيه اللي نقوم بها، المواد اللي تدخل بالتبليط، التصاميم سواء كانت الطريق فليكسبل او ريجيد، هسه راح نجي لها شنو الفليكسبل وشنو الريجيد بيمنت، وايضا خطوات الصيانه اللي تصير ما بعد الانشاء، كل هذا راح نضمنها خلال هذا الكورس. الاوبجكتيفز يعني المخرجات انه يعني ايش راح احقق من هذا الكورس. The objective of these courses are to introduce highway engineering principle to civil engineering undergraduate student and to familiarize the student with highway engineering subject and concept commonly encountered in engineering practice. يعني احنا راح نعد طلاب ان يكونون قادرين على ان يكونون مهندسين طرق وياخذون هذه الامور بجديه في الموقع ويتناولون جميع مفاصل الطريق عند التخرج ما يكمل هذا الكورس. طبعا كورس اوتكمز يعني هذه النقاط تقدرون تقروها، انه راح انت من تتخرج شنو القدره اللي راح تعطيك اياها هذا الكورس. طبعا ما راح ناخذ بيها وقت، انتم تقدرون تقروها وتطلعون عليها. هذه المخرجات اللي راح انت تسلح بها عندما تتخرج او من نخلص هذا الكورس، هذه كلها الكرايتيريا اللي انت راح تحملها. طبعا بالبدايه مدخل، طبعا هي هذه المحاضره هي كلها محاضره انترودكشن، بس نريد نعرف شنو الطرق، شلون ندخل لها وشلون نتعامل بها. بعدين ان شاء الله بالمحاضرات القادمه راح نبدي ندخل اكثر. طبعا شوي ننطفد هايويز هيستوري، هايوي لوكيشن اند ايكونوميك، هايوي سيرفينج. طبعا تاريخ الطرق طبعا الطرق هسه راح نجي بالتفصيل على تاريخ الطرق، شو وقت بدات الطرق وامور اخرى ممكن ان نتناولها خلال هذا المحاضره. طبعا رود كونستراكشن ديفلوبمنت، تطور انشاء الطرق. In its most general sense, a road is an open general public way for the passage of vehicles, people and animals. طبعا هو عباره عن الطريق، يعني تعريفه بصوره عامه هو عباره عن مساحه لغرض النقل، لنقل البضائع، لنقل الاشخاص، لنقل المركبات، ايضا لنقل الحيوانات. يعني فالطريق ممكن تستخدم هذه المتطلبات. طبعا comparing these roads with a hard smooth surface اللي هو pavement help make them durable and able to withstand traffic and the development. Some of the oldest paved roads still in existence were built by the Roman Empire. طبعا هذه الطرق انه يجب ان يكون سطح هذا الطريق سموث سيرفيس، يجب ان يكون سطح هذا الطريق يجب ان يكون ناعم. طبعا حتى يكون ناعم بنفس الوقت يجب ان يكون قوي حتى يتحمل او يكون ذو ديمومة عالية يتحمل جميع الاجهادات اللي تجي عن طريق الترافيك، عن طريق يعني الاحمال مال السيارات، وعن طريق ايضا الانفايرومنت، عن طريق الجو، يعني نتيجة الامطار، الحر، البرودة، الانجماد، الذوبان، وهذا لازم انه الطريق يقاوم هذه
المتغيرات البيئية بالإضافة إلى الأحمال الناتجة عن المركبات. طبعا باي ان لارج رومان رود راح اشوفكم اياها بالفيجرات هسه اللي جاي عن طرق زمن الرومان الامبراطوريه الرومانيه were constructed during the republication times the oldest road dates back to 312 BC يعني الطرق الرومانيه طبعا بدت الرومان يعني 312 سنه قبل الميلاد بداوا يشقون طرق لغرض النقل او لغرض التجاره او لغرض لاغراض متعدده. طبعا مثل ما تعرفون انه هاي الطرق الصحراويه والطرق الريفيه والطرق بين الدول سابقا قبل الميلاد انه يجب ان يكون هناك جايد او هناك طريق حتى ينقلون البضائع عن طريق. طبعا كانت ماكو سيارات، كانت كلها عربات يجرها الحيوانات، فهذه العربات لازم انه يتوفر لها فد ارض منبسطه، ارض سهله الحركه حتى تنتقل بها المركبات هذه اللي هي جرها الحيوانات. خلنا نشوفكم بعض الصور من الطرق الرومانية القديمة، يعني شوف انه شوف شلون كانوا يشقون الطرق، يعني مو مثل هسه طرقنا اللي هي سهلة. شوف هذه كلها احجار، تتخلي خلنا شوية اكبر الصورة، وكلها يعني شوف يعني طريق انشاقات، كلها طرق محفوظة لحد الان كآثار من الامبراطورية الرومانية. شوفكم بعد صور، ايوه شوفوا هذه الطرق لحد الان هذه الطرق يعني موجودة على هذا الشكل. شوف هذه الامبراطوريات هذه كلها يعني البنايات، وقاعد تشوفوا اكو كانت يشقون طرق. هذه الصورة ايضا، عبارة عن أحجار أو صخور. شوف هذه الطرق، يعني أكو طريق عدل ومكسابي. شوف يعني شوف هذا أكيد كان هذا الطريق هي عبارة عن تلال مثل هيك شيء أو فشي، إنه قصوه وخلوه منبسط. ليش؟ لأن الحيوانات ما تقدر تجر عربات إذا كانت أكو تلة او نزله، فشوف يحاولون ان يخلوا طريق منبسط حتى تسهل عمليه الحركه. شوف بس هنا الطريق لو تشوفون مو مقارنه بطرقنا هسه، طرقنا هسه كلش سموث سهله الحركه. شوف هنا شويه احجار، بس هذه هنا احجار قويه جدا تتحمل احمال عاليه. هذه كلها هي طرق، شوف هسه هذه الطريق شوف شلون ماري، يعني هاي كلها للعصور اللي هي قبل الميلاد او قبل الاف السنين. شوف هذه صورة يعني شلون طريق شلون قاصي، يعني مسوينا فد هذه يمر على مدينة ويتنقل من إلى أبعد. شوف هسه هذه شوف الأحجار، هذه الأحجار القوية شلون راس فيها على هذه الطرق. شوف هذه هنا مرات يعني شوف مرات ينجبرون إنه يمر، لازم يعبر جبل الطريق إنه شوف شلون يقصوه، يعني منطقة لازم يعبر هذه الجبال أو التلال أو الوديان مسوين هذا الممر. هذه كلها طبعا آلاف السنين هذه الطرق وموجودة لحد الآن محفوظة. هذه أيضا تشوفون طرق كلها قديمة، يعني صور من طرق قديمة. شوف هسه بالمقارنة مع شوف هسه هذه الطرق الحديثة، طرقنا الجديدة الآن هذه الطرق الحديثة، شوف شلون طرق سموث وممكن بسرعة عالية ممكن نمشي بيها. The Roman نقطة هذه الأخرى، The Roman road network consists of over 100,000 كيلومتر 62 miles 62,000 mile of roads، يعني الطرق الرومانية اللي موجودة هي معظمها إذا تنحسب بالطول هي 100,000 كيلومتر. The superior quality and structure of its pavement have allowed many Roman roads to survive to this day. يعني الكواليتي العالي مال هذه الطرق الرومانية اللي موجودة مثل ما شفناها شلون أصخار صخور قوية جدا تتحمل يعني تتحمل الظروف المناخية أو الظروف الجوية من حرارة أو برودة أو تعرية اللي تتعرض لها هذه الصخور، وبالتالي باقي سيرفايف تو ذيس داي انه باقي على قيد الحياه لحد الان هذه الطرق بسبب الكواليتي العاليه اللي سووها. يعني شوف
قبل آلاف السنين سووا طرق، والطرق موجودة لحد الآن. بينما إحنا في هذا العصر التكنولوجيا، في هذه الاقتصاد المتطور، في هذه التكنولوجيا المتطورة، مرات الطريق يجوز 5 سنين ما يطول، يتكسر ويتدمر البنى التحتية مالته، لأن الكواليتي مالته جدا سيئة. بينما أشوف قبل آلاف السنين وحد لحد الآن بسبب الكواليتي العالية مال الطريق أنه باقي الطريق إلى الآن. Historically, the Babylonians built the earliest road using natural asphalt as a binder. Also, the Egyptians constructed road to transport stones during the building of the pyramids. طبعا تاريخيا البابليين أول من استخدموا الإسفلت اللي هو القير بدخلوه بالطرق. يعني شفتوا هسه هاي الطرق الرومانية كلها عبارة عن أحجار وصخور. إحنا هسه هاي طرقنا هي طرق العالم، 95% من الطرق بالعالم كلها هي عبارة عن طرق إسفلتية، يعني حصامة مع إسفلت، اللي هاي طرقنا اللي أنتم تشوفوها يوميا. منو أول من بلش استخدام الإسفلت بالطرق؟ هم البابليون. بعدهم جو المصريين استخدموا هذه الطرق حتى ينقلون الأحجار، حتى يبنون، يعني يجيبون الأحجار من مناطق بعيدة حتى يبنون بها الأهرامات. The Chinese built the Silk Road, which is amongst the best known road, in about 2600 BC, and the Persian Empire also benefited from the route through its lands for trade between China and Europe. طبعا ايضا الصينيين استخدموا السلك روتس، وهي من ضمن طبعا الطرق اللي هي من افضل انواع الطرق، اللي طبعا تقريبا 2600 سنة قبل الميلاد، بالاضافة الى الامبراطورية الفارسية ايضا استفادت من هذه الطرق اللي هي على مود التجارة بين الصين واوروبا ايضا. In Europe about 2500 BC, roads were built using long rafts, such as roads have been discovered in Britain. أيضا استخدموا الألواح الخشبية في صناعة الطرق. كان عندنا صور هنا شلون استخدموا. طبعا بأوروبا وبالأخص بريطانيا هناك غابات كبيرة، غابات شاسعة عندهم، ولذلك أنه توفر الخشب عندهم كلش متوفر بكثرة، لذلك استخدموا الخشب ايضا انه يستخدموا للطرق. يمكن اكو صور هنا شلون من الطرق من الخشب. طبعا هذه صور الطرق الحديثة، شوفوا هسه هذه الصورة مادين هنا الطريق هنا عبرنا، شوفوا هذه كلها الواح خشبية، هذه حتى تمر الطرق، حتى يمر عليها الطريق، يمر عليها العربات، وشوفها كلها شو اسمه خشب هنا موجودات. Also similar roads have been discovered in Swiss lakeside villages and across the pond that sweeps in Hungary. أيضا في هاي دول الشرق أوروبا وأوروبا الشرقية أنه أيضا نفس هذه أنواع من الطرق استخدمت بالأخص في القرى. In Indian civilization الإمبراطورية الهندية أو الحضارة الهندية، brick paving with proper piped surface water drainage system dating from about 3000 BC has been discovered. طبعا الهنود شو استخدموا؟ استخدموا طابوق انه ليكون ليرصفون به الطريق. طبعا هنا ايش خلوا؟ خلوا بايب سيرفيس ووتر درينج. ايش خلوا؟ طبعا هذني الطرق ايضا يعني لا عبالك انه ايضا تصير عندهم مشاكل بيش الازمنه، انه من تمطر الدنيا راح يبقى المي متجمع على الطرق. فالهنود اول الناس اللي استخدموا البايب، انه خلوا تصريف للمياه الامطار اللي يصير. طبعا من تمطر الدنيا ما يبقى المطر على الشارع، استخدموا بايبات يعني انابيب حتى تتصرف المي من الطريق. يا سن هاي ديتينج 3000 سنة قبل الميلاد، واحنا هسه اذا تمطر احنا هسه الان 2000 سنة بعد الميلاد، يعني الفرق بين هذا التاريخ وبين تاريخنا 5000 سنة، 3000 سنة قبل الميلاد واحنا هسه سنة 2000 وكسر، يعني 5000 سنة ولحد الان احنا طرقنا من تمطر الدنيا ما تتصرف، ما عندنا هذه، يعني اكو بايبات بس بيها مشاكل، والمشاكل راح نستعرضها بالتفصيل حتى باكر اقوى نصير انت مصمم للطريق راح تعرف شلون تصمم البايب وشلون تصرف المياه من على الطرق.
طبعا شوف هذا الفيجر، يعني هذه الطرق، شوف الطرق الرومانية هذه اللي كانوا يعبدوها، يعني يخلون طبقة من layer of rubble stone، يعني حصى مكسر أو مخبوط، شوف يخلون طبقة، إنه بيخلون فوقها طبقة طبعا 125 ملم، يخلون فوقها 375 مليمتر base of concrete chiefly broken stone from local source mixed with lime. طبعا أيضا طبقة حصوية أخرى أقوى من هذه الطبقة، بها يعني الحصى يكون الأكثر ناعم مع حصى بعض الحصى الخشن، بالإضافة إلى أنه الطبقة اللي فوقها طبقة أنعم منها، شوف عدة طبقات 250 ملم، إلى أن يخلون الطبقة السطحية اللي هي عبارة عن الصخور اللي هي راح تقاوم. شوف مسوين طبقات، عدة طبقات، حتى هنا راح تمشي بعدين فوقها العربات اللي باقي هذه الطرق الرومانية لحد الآن. شوفوا نتيجة هذه الكواليتي العالية. طبعا نستمر. In the first insight into today's modern pavement can be seen in the pavement of Thomas Telford. طبعا بدأت التكنولوجيا وبدأت التطور وراء هذه العصور قبل الميلاد، انه بعد الميلاد بدأت التطور يدخل بالطرق، يعني المودرن رودز بدأت عن طريق ثومسون تيلفورد اللي هو شخص انجليزي عام 1757 بدأ يتعامل مع او بدأت الحداثة او بدأ التطور اللي يصير بالطرق عن ما كانت سابقا. تيلفورد سير his training as a building mason and extended his masonry knowledge to the bridge building. يعني بدأ حياته هذا تيلفورد، هذا العالم تيلفورد اللي عام 1757 انولد، بدأ حياته كعامل بناء، بعدين شوية تطور بدأ يشتغل أيضا بال يعني تطور المعرفة مالته، من كان عامل بناء أخذ بعض المعلومات من البناء، طور هذه المعلومات إلى بناء الجسور، دخلت الجسور بذيك الفترة، قاموا يبنون جسور أيضا عن طريق هو هذا الشخص اللي كان عامل بناء، طور هذه العملية وصار إلى المعرفة مالته أو المعلومات اللي تحصلها أو اللي جمعها عن طريق الطرق، صار انه يبني جسور. طبعا eventually اخيرا تيلفورد became the surveyor of public works، صار يعني مساح الاشغال العامة يعني بريطانيا for the country of Salop thus training his attention more of to road، يعني هذه من صار هو المساح الاشغال العامة، خلوه كمنصب، بدأ يميل بهذه الفترة الى انشاء الطرق او بدأ يطور بالطرق ذيك الفترة. Telford attempt where possible to build road on relatively flat grade in order to reduce the number of horses needed to haul cargo. طبعا تيلفورد بدأ يطور المعرفة مالته، شلون؟ بدأ يسوي flat grade roads، يعني بدأ يخلي الطرق على شكل منبسط أو على شكل مستوي، حتى يقلل من الحصن اللي يجر العربات. طبعا العربات هي تجار من قبل مجموعة من الحصن، اي عربة، طبعا العربات اللي هي تستخدم لنقل البضائع بصورة عامة، وبعض العربات لنقل الاشخاص، طبعا تجرها مجموعة من الحصن، طبعا بسبب هذا الصعود والتضاريس، المناطق خاصة باوروبا يعني تضاريسهم مو مثلنا احنا سهل رسوب ارض منبسطة، لا هم عندهم صعود ونزول هضاب يعني صعدة ونزلة، فهذه يحتاج مجموعة اكثر من الحصن حتى تجر العربات، وبالتالي قرر انه يصير الطرق هي عبارة عن flat surface، يعني أرض منبسطة، حتى تقلل من مقدار أو قيمة أو أعداد الحصن اللي تجر العربات اللي راح تنقل الأغراض أو المواد. طبعا Telford pavement section was about 350 to 450 مليمتر، يعني السكشن مالته السمك مالته كان تقريبا من 35 سنتيمتر، يعني 350 مليمتر إلى 450 مليمتر، اللي 45 سنتيمتر، يعني 14 إلى 18 إنش in depth، يعني هذا السمك مالته. And generally specified three layers، يعني بصورة عامة متكونة هذه هي 350 إلى 450 ملم متكونة من ثلاث طبقات، كل طبقة تختلف. The bottom layer، الطبقة السفلى، was comprised of large stone 100 ملم، يعني الطبقة التحتية اللي هي أسفل وحدة إنه عبارة عن أحجار كبيرة، أحجار كبيرة 100 ملم، يعني تقريبا الوحدة 100 ملم 4 إنجات بالعرض وايد، and 75 to 180 مليمتر ان ديبث، سمكها من 75 الى 180 مليمتر، سمك هذه الحجر اللي خلوه جوا بالاساس اللي هي الطبقه الاولى من الطبقات الثلاثه من الترابل.
It is this specified layer which makes the Telfer design unique. طبعا هذه الخاصية اللي هن هذه الطبقة التحتية عبارة عن طبقة من الستونز يعني الأحجار القوية جدا هي هذه اللي خلت هذا التصميم مال تيلفورد هو المميز بهذه الطبقة التحتية اللي قوية جدا. On top of this يعني فوق هذه الطبقة اللي تيجي الطبقة الثانية were placed two layers يعني طبقتين اللي هي الطبقة الأخيرة راح تصعد فوقها طبقتين of stones طبقتين من الأحجار of 65 مليمتر 2.5 انش سموكة ماكسيمم سايز يعني أحجار انه القطر مالتها أكثر شيء 2.5 انش اللي هو 65 مليمتر about 150 to 250 مليمتر اللي هي سموكة طبعا الأحجار سمك الدايمتر مال الحجر الواحد 65 مليمتر طبعا والطبقة سمكها من 150 إلى 250 in total thickness followed by wearing course فوقها راح تجي الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الويرينج كورس اللي هي طبقة الإكساء الأخيرة اللي تتكون من gravel about 40 مليمتر تتكون من حصى الطبقة السطحية عبارة عن حصى الدايمتر مال الحصى هو 40 مليمتر inch 0.6 طبعا بالسمك مثل ما شفنا طبعا بالفيجر اللي فوق قبل شوي شفنا it was estimated that this system would support a load corresponding to about 88 newton meter 500 pound per طبعا هذه الطبقات تتحمل حمل مقداره 88 نيوتن على المليمتر ورا تيلفورد اجى عالم ثاني اسمه جون ماكادام جون ماكادام شو تميز هذا العالم الثاني اللي اجى بعد تيلفورد ماكادام بيفمنت انتروديوس the use of angular aggregate شميز العالم ماكادام قال لازم نستخدم حصو بزوايا يعني شايفين انتو rounded aggregate كلكم سويتوا مواد البناء وشفنا هذا الحصى اكو حصى مدور واكو حصى مكسر الحصى المكسر يصير بي angularity يعني بي زوايا فهذه الزوايا تفيدني ليش تفيدني من زيد الاحتكاك بين الحبيبات او بين الحصى وبالتالي راح تزيد مقاومته وزايد زيد الكومبرسيف سترينث مال الخلطة عندما يكون الحصى مكسر هذا اللي هو ميز جون ماكادام بون 1756 and sometimes spelled ماكادام يعني بعض الأحيان الكتابة مال الاسم تصير بهيك شكل ماكادام observed that most of the paved UK roads in early the 18 centuries were composed of rounded gravel طبعا هو اشتغل على الطرق البريطانية باليوكي United Kingdom واللي كانت معظم الطرق بذيك الفترة اللي هي بسنة 1800 وشوية انه عبارة عن يستخدمون rounded gravel الحصى المدور هو اجى طور قال لا نستخدم الحصى المكسر اللي هو احنا هسه نستخدمه بالاغراض التبليط انه ديمومته العالية ومقاومته العالية جدا افضل من الحصى اللي المدور He knew that angular aggregate over a well compacted subgrade would perform sustainably better. طبعا انه قال انه الحصى هذا اللي بي انجولار انه راح يكون مالته الديمومة جدا عالية وبالتالي انه نتيجة الحدل الجيد اللي راح يصير هنحصل على منشأ افضل من المنشأ لو كان الحصى مدور. He used a sloped subgrade surface to improve drainage unlike Telford who used a flat subgrade surface on which he placed angular aggregate بين قوسين اللي يقول hand broken with a maximum size of 75 millimeter 3 inch in two layers for a total depth of about 200 millimeter 8 inch طبعا ايش ميز ايضا تيلفورد ايش قال العفو ما قدام قال انه السطح مال الطريق نخليه مايل ليش على مود يصرف المي من الطريق يعني انه تيلفورد ايش قال هو سطح الطريق يكون فلات عدل ما بي اي انسيابيه ماكدام ايش قال لا نسوي الطريق شوف شويه مايل شوف هسه طبعا كروس سكشن ماخذين احنا انه من تمطر الدنيا راح المي شوف يتصرف على الجوانب حتى يصرف المي من سطح الطريق هذا ايضا ميزه اخرى من جون ماكدام اللي تلا تيلفورد on top of this The wearing course was placed about 50 millimeter thick with a maximum aggregate size of 25 millimeter. Macadam's reason for the 25 millimeter
1 inch maximum aggregate size was to provide a smooth ride on wagon wheel. طبعا ايضا ميزه اخرى جون ماكدام قال نستخدم على الطبقه السطحيه اللي هي سموكها الطبقه السطحيه الاخيره هالي الاخيره شوفها سموكها قال انه تقريبا 50 ملم والحصو اللي بيها اكبر حصوايه يكون الماكسيمم سايز مالتها 25 ملم مثل ما تقول ليش استخدم هذا بالسبب قال لانه الطبقه السطحيه حتى تكون طبقه سموث وسهله الحركه يعني انه مو مثل شفنا احنا الصور انه الصخور كبيره وبالتالي الحركه تكون عليها صعبه لا قال يجب ان يكون حصى جدا ناعم على الطبقه السطحيه حتى تسهل عمليه الحركه بدون اي مشاكل مثل ما تشوفون هسه هذه الاشكال. Road development was negatively affected after the first operation of the railway in 1825 as a number of passengers who were using stagecoach started to decrease continually. Consequently, the turnpike revenue decreased. طبعا خلال التطور اللي صار ذيك الفترة طبعا بدأوا سنة 1825 اخترعوا سكك الحديد الريلواي بدأت طلعت سكك الحديد وبالتالي انه سكة حديد جدا سريعة هذا القطار يكون اسرع واسهل واكثر اقتصادية من النقل عن طريق العربات وبالتالي قل التطور بمجال الطرق خلال هذه الفترة والتجأت الدول او الاقتصاد العالمي بهذه الفترة على انه يستخدمون سكك الحديد بدلا من الستيج كوتش اللي هي كانت اللي باصات خشبية وتجرها بعض المحركات يعني فد شيء بسيط كان بدائي ولكن القطارات اللي اخترعت بذيك الفترة غطت او قللت التطور اللي صار بالطرق. However مع ذلك at the beginning of the 20th century بداية القرن العشرين and especially after the end of the World War I خصوصا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى attention to the development of road and highways was renewed. This interest in road development resulted from the development in the motor vehicles. طبعا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بدأ أيضا بدأ يرجع التطور بالطرق بالأخص بعد أن اخترعوا الماطورات أو المحركات السيارات. طبعا من اخترع المحرك ذيك الفترة خلوا المحركات أو بدأوا تصنع سيارات وليس عربات تجرها الحيوانات بدأت تخترع سيارات بذيك الفترة بها يعني محركات. من اخترعت هذه السيارات بأنه بدأ التطور بالطرق حتى يوفرون لهذه السيارات حتى تنتقل هذه السيارات بدأ الناس تدرس وبدأوا يشتغلون على الطرق حتى تستوعب حركة هذه المركبات اللي صار. The development started with the spreading of tar on road to control dust created by vehicles movement and then reconstructing existing roads. طبعا التطور اللي صار بذيك الفتره انه كانت هذه السيارات اللي صارت قامت تمشي على طرق ترابيه شايفين انتم من سياره تمشي على طرق ترابيه وعده سيارات تمشي على طرق ترابيه راح يبدي التراب يتطاير وبالتالي تصير بيئه جدا رديئه فاول مشكله قالوا خلينا نتخلص من هذه العمليه فبداوا يستخدمون التار اللي هو القير احنا نقول عليه طبعا كلمه مرادفه للاسفلت ولكن هذا القير مثل ما احنا القير والاسفلت عندنا بالعربي هم هنا يصحوا له ايضا اسفلت اور تار اللي هو القير يستخدموه على الطرق تو كنترول داست كريتد حتى يرشون طبعا هذا الاسفلت على سطح هذا الطريق الترابي حتى من تمشي هذا المركبات ما راح يصير اي مشكله او اي تطاير للغبار على او بالجو هذه العمليه اللي خلوا يصير عليها سيطره بسبب فرش هذه المادة الاسفلتية. However, the development in vehicles in terms of extra weight and speed has led to need for a new road and highways. As a result, for example, dual carriageway roads were constructed and road geometric design were advanced. طبعا نفس الوقت بدأ التطور يصير بمن؟ بالسيارات. بدأت السيارات هذه العربات بدأت تصير سيارات للحمل. بدأت تصير سيارات باصات للنقل. يعني السيارات اللي بدأت اللي هي من اخترعوا المحرك بدا احجامها تزداد وبداوا يستخدمون سيارات لاغراض الاحمال وبالتالي صارت اوزان جدا عاليه تصير ضاعفت الاوزان على الطرق وبالتالي يجب ان يكون هناك تطور مستمر بالطرق وصارت مثل ذيك الفتره الطرق السريعه وصارت اكو جيومتريك ديزاين يعني بدات الناس تشتغل وبدا العالم يشتغل على تطور الطرق ليش؟ لان السيارات دا تتطور والاحمال دا تزداد.
Also, vehicle development, أيضاً إنه التطور اللي صاير بالسيارات put a huge stress on pavement construction to build structure that could resist high stress and bad weather condition. نفس الوقت إنه التطور اللي صار بالسيارات خلى إنه الناس اللي عاملين بالطرق يجب أن يطورون الطرق مو بس حتى تتحمل أحمال السيارات، لا على العكس، بل يجب أن تتحمل الظروف الجوية السيئة. يعني أكو دول درجات الحرارة توصل سالب 40، وأكو دول توصل درجات حرارة 50 مثل دولنا، مثل بلدنا إحنا. فهذا التغير بدرجات الحرارة يسبب مشاكل طبعا، بالإضافة إلى الأمطار، وبالإضافة إلى عمليات الانجماد، وبالإضافة إلى هواي عمليات التعرية، هواي أمور جوية. يعني مو بس الأحمال اللي جاية من المركبات تأثر على الطريق، لا بالعكس، إنه بعض الأحمال إنه انحلت مشاكلها، لكن مشاكل الجو هي بقت، أو مشاكل الانفايرومنت، الظروف الجوية هي بقت تسبب مشاكل أيضا، تخلي ضغط على الناس اللي تشتغل بالطرق حتى يطورون الطرق حتى تتحمل هذه الظروف كلها. Accordingly, construction techniques were advanced. More structural layer were built. طبعا هناش بدت تقنيات تتطور، قاموا يسوون عدة طبقات، مو بس طبقة وطبقتين وثلاثة مثل قبل، غيروا بالطبقات. And structural layer and subgrade were compacted using different materials to improve their mechanical properties. استخدموا طبعا عدة طبقات، وهذه الطبقات قامت تحدل حتى تزيد من كثافتها، وبالتالي نزيد من قوتها باستخدام، أو نزيد ونحسن من خواصها الميكانيكا. وأيضا استخدمت بعض المواد تضاف للتربة حتى تحسن من خواصها، وبالتالي ديمومتها لفترة طويلة جدا. During the 20th century, significant development in road and highway construction were achieved to satisfy the traffic requirement. طبعا أيضا خلال القرن العشرين العديد من الطرق تطورت، والعديد من الشركات أنشئت حتى توفر مو بس أنه طريق يحمل أحمال أو طريق يؤدي الغرض، لا بالعكس، يجب أن يكون طريق أمين، ما يصير بي أي مشاكل، ما يصير بي يعني سيارات تصير عندها حوادث، أو سيارات تدخل إلى مخاطر وبالتالي تعرض حياة الناس إلى الموت، لا بالعكس، سنوا قوانين وسووا هواي أمور اللي هسه احنا نشوفها طبعا حتى تأمن هذه الطرق. Today هذه الأيام roads and highway represent a great achievement, but of course the development will not stop and continued development are still in demand. طبعا هذه الأيام اللي تشوفون الطرق هي أنه عمليات البحث اللي تصير على الطرق هي ما متوقفة، وجاري عملية التطوير أكثر وأكثر، إن شاء الله خلال جوز السنوات القادمة راح تشوفون أمور هواية راح تدخل بمجال الطرق. The first research dedicated to highway engineering was initiated in the United Kingdom with the introduction of the Transport Research Laboratory in 1930. طبعا أول بحث أجري على الطرق كان في المملكة المتحدة في بريطانيا من قبل المنظمة، منظمة اسمها Transport Research Laboratory، عام 1930 أول بحث صار على الطرق. In the USA، في الولايات المتحدة الأمريكية، Highway Engineering became an important discipline with the passing of the Federal Aid Highway Act of 1944, which aims to conduct 90% of cities with a population of 50,000 or more. طبعا بأمريكا عام 1944 قالوا أي مدينة تحتوي سكان 50,000 أو أكثر يجب أن تشق بها منظومة الطرق، يجب أن تصير بها منظومة الطرق. وبالتالي بدأت تطور الطرق بأمريكا من عام 1944، يعني تستخدم إنشاء طرق بهذه المناطق. With constant stress for vehicles which rose larger as time passed, improvement to pavement were needed. طبعا بثبوت الإجهاد اللي جاي من السيارات، إنه فرضوا الإجهادات ثابتة من السيارات بمختلف السيارات، التطوير بدأ مستمر على الطرق، يعني بدأ التحديث والتطوير يصير على الطرق. With technology out of date in 1985, the construction of the first motorway on Great Britain played a major role in the development of the new pavement technology. طبعا بعام 1958 صار أول خط سريع اللي صار ببريطانيا، طبعا هذا سوى نقلة نوعية بعالم الطرق، وبالتالي
العديد من الدول بدأت تنفذ هذه الطرق السريعة. من احنا يعني بالعراق نفذنا طريق الطرق السريعة بدأت بالثمانينات، يعني شوف وراهم تقريبا 30 سنة بدأت احنا منظومة الطرق السريعة تدخل إلى بلدنا، يعني اكو طرق لكن منظومة هذا الموتورواي اللي هو نفس الهاي واي او طريق سريع. Design policies standards used in the United States are typically based on publication of the American Association of State Highway and Transportation Official, as well as research circulated by Transportation Research Board and the Institute of Transportation Engineering and Federal Highway Administration and the Department of Transportation. طبعا بأمريكا بدأوا يسوون ستاندرد، يعني شلون الكود الأمريكي والكود البريطاني بدأوا يسوون ستاندرد خاصة للطرق. هذه اللي عددناها، هذه كلها منظمات تعنى بالطرق، هذه المنظمات عندها مختبرات وعندها عاملين سخرت، يعني طبعا من مختلف العالم، اي شخص يجيهم انه خبير بعالم الطرق ينضم لهذه المنظمات، وبالتالي عملوا ستاندرد وعملوا هواي امور وبحوث الى ان وصلوا الستاندرد اللي احنا نستخدمها بالتصاميم الان هي كلها امريكيه، وطبعا اكو ايضا بريطانيه. In Iraq, total length of highway network is 45,550 كيلومتر. طبعا بالعراق مجموع الهاي واي الطرق السريعة هي 45,550 كيلومتر، بايفد يعني 38,400 من عندها هي مبلطة و 7,150 هي بعدها مقترحة وقيد الإنشاء. The highway are geometrically designed by State Commission of Road and Bridge. طبعا مسؤولين عن الطرق بالعراق هي الهيئة العامة للطرق والجسور اللي تابعة إلى وزارة الإسكان والإعمار اللي هي بغداد. طبعا the pavement structure is designed by ASHTO اللي هي ASHTO اللي هو الستاندرد المتبع بتصميم الطرق بالعراق اللي أيضا من قبل المنظمة. طبعا هذه الهيئة العامة للطرق والجسور دائما تحدث المعلومات بناء على ما يتحدث بالاشتو ويصدرون دائما ستاندرد احنا نتبعها بتصميم الطرق.